يسوع يا نورا في الظلام، ملني إلى بر الأمان. حبي لك دون انقسام، فعهدك مدى الزمان. أنت سميع الدعاء ومنقذي من الشقاء. إن أصابني ارتياب، أحييت في قلبي الرجاء. يسوع يا نورا في الظلام، حبي لك دون انقسام، فعهدك مدى الزمان. أنت ملجئي مولاي في محني وفي الأخطار. لن تزل قدمي، فمنك يأتي الانتصار. يسوع يا نورا في الظلام، قدني إلى بر الأمان. حبي لك دون انقسام، فعهدك مدى الزمان. أنت من كونتني واخترتني منذ القديم. أنت من أحببتني بالرغم من للأثيم. يسوع يا نورا في الظلام، قدني إلى بر الأمان. حبي لك دون انقسام، فعهدك مدى الزمان. في المسير، فأنت ينبع الحنان. يسوع يا نورا في الظلام، قدني إلى بر الأمان. حبي لك دون انقسام، فعهدك مدى الزمان. مساء الخير للجميع. القداس على صفحة 323، انتقال السيدة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آه.
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا. ومع روحك أيضا. إخوتي الأحباء في يسوع المسيح، في بداية هذا القداس الإلهي نطلب من الله المغفرة والتوبة عن جميع زلاتنا وخطايانا لكي نكون مستعدين لإقامة هذا القداس الإلهي. نفحص ضمائرنا. أنا أعترف لله وإليكم أيها الإخوة بالفكر والقول والفعل والإهمال خطيئة عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير، يا من نقلت مريم البتول الطاهرة جسداً ونفساً إلى المجد السماوي، اجعلنا نصب إلى الأمور التي في العلا فنكون أهلاً لمشاركة البتول ذلك المجد للأبد،
بربنا يسوع المسيح ابنك لله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من رؤيا القديس يوحنا. انفتح هيكل الله في السماء فبدت قبة عهده في هيكله، ثم ظهرت آية بينة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من ألم المخاض. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أشقر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث كواكب السماء، فألقاها إلى الأرض، ووقف التنين قبالة المرأة الماخذ ليبتلع ولدها حين تضعه، فوضعت ابنا ولدا ذكرا، وهو الذي يرعى الأمم بعصا من حديد. ورفع الولد إلى حضرة الله إلى عرشه، وهربت المرأة إلى البرية حيث أعد الله لها ملجأ. ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول: اليوم تم النصر والقدرة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه. كلام الرب. الشكر لله. الملوك من بين مكرماتك، والملكة وقفت وعليها ذهب أوفير عن يمينك. سلام سلام لك يا مريم، سلام وانظري وارهفي أذنك وانسي قومك وبيت أبيك. سلام سلام لك يا مريم، سلام سلام لك يا يصبو المليك إلى حسنك، إنه مولاك وله تسجدين. سلام سلام لك يا مريم، سلام سلام قدمنا بفرح وابتهاج، ويدخلنا قصر المليك في ثياب موشاة تزف إلى المليك، والعذارى وصفاتها في أثرها يقدمنا بين يديك. سلام Thank you.
قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. أيها الإخوة، إن المسيح قد قام من بين الأموات، وهو بكر الذين ماتوا. فقد أتى الموت عن يد إنسان، وعن يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك سيحيون في المسيح، كل واحد ورتبته. فالمسيح أولاً لأنه البكر، ومن بعده الذين يكونون خاصة المسيح عند مجيئه، ثم يكون المنتهى حين يسلم الملك لله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وسلطان وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه. والموت آخر عدو يبيده، لأنه جعل كل شيء تحت قدميه. كلام الرب. الشكر لله. هللويا هللو هللويا 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 هللو هللويا هللويا هللويا. نقلت مريم إلى السماء، فليبتهج وقول ملائكة هللويا هللو هللويا 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 هللو هللويا هللويا هللويا. الرب معكم. وما روحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشير. المجد لك يا رب المجد لك. وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا، ودخلت بيت زكريا فسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ فما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى لمن آمنت، فسيتم ما بلغها من عند الرب. فقالت مريم: تعظم الرب نفسي، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى آمته المتواضعة. سوف تهنئني بعد اليوم جميع الأجيال، لأن القدير صنع إلي أمورا عظيمة. قدوس اسمه، ورحمته إلى جيل للذين يتقونه. كشف عن شدة ساعده، فشتت المتكبرين في قلوبهم،
خلع الأقوياء عن العروش ورفع الوضعاء، أشبع الجياع من الخيرات والأغنياء صرفهم فارغين. نصر عبده إسرائيل ذاكراً كما قال لأبائنا، رحمته لإبراهيم وذريته للأبد. وقامت مريم عند الإصابات نحو 3 أشهر ثم عادت إلى بيتها. كلام الرب التسبيح لك أيها المسيح. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أول إشي بدنا نشكر الفنان ريمي اللي اليوم اللي خلص الرسمة اللي موجودة بآخر الكنيسة إذا بتطلعوا، وهي رسمة مريم العذراء المنتقلة إلى السماء. على اليمين ميرسي ريمي، على اليمين الملاك جبرائيل، وعلى الشمال يسوع اللي بيقدم التاج لمريم العذراء سلطانة السماء والأرض، والعذراء التي نقلت إلى السماء بالنفس والجسد، اللي هي اليوم عيد كنيستنا. كل عام وكنيستنا بألف خير. مريم العذراء زي ما بيحكوا بالعامية الأم بتلم. اليوم أمنا مريم العذراء لمتنا في هاي الجمعة وفي هذا المكان المقدس حتى نحتفل بعيد انتقال مريم العذراء. مريم العذراء في الكنيسة وفي الليتورجية إلها أعياد وعقائد لاهوتية مهمة جدا في حياة الكنيسة. من هاي العقائد اللاهوتية عقيدة مريم العذراء والدة الإله اللي بنحتفل فيها بواحد من كل سنة. والعقيدة اللاهوتية الإيمانية الثانية إنه مريم العذراء البتول. مريم العذراء بقيت دائمة بتول. مريم لم تتزوج. مريم بتول قبل الولادة. مريم العذراء بتول أثناء الولادة. ومريم العذراء بقيت بتول ما بعد الولادة. ومريم البتول نحتفل بلاهوت عقائدي إلها في بتولية مريم العذراء. العقيدة اللاهوتية الثالثة اللي بتخص مريم العذراء هي الحبل بلا دنس اللي منحتفل فيه في 8/12 من كل سنة. واللي هاي العقيدة اللاهوتية الحبل بلا دنس اللي فيها بتذكرنا بالكتاب المقدس اليوم اللي بيحكي لنا يوم الملاك إجا بشر العذراء وحكى لها السلام عليك يا ممتلئة النعمة. ممتلئة النعمة من الماضي والحاضر والمستقبل. مريم دائما ممتلئة النعمة. وبما أنه مريم الممتلئة النعمة الله اصطفاها أن تولد بدون خطيئة أصلية لكي تكون مكان لتحمل فيه ابنها يسوع المسيح بدون خطيئة. هذه الحبل بلا دنس الله جعلها بريئة منذ اللحظة الأولى من ولادتها حتى تولد وتستعد لأن تحمل يسوع المسيح. والعقيدة اللاهوتية الرابعة اللي بنحتفل فيها بالكنيسة بتخص مريم العذراء هي اليوم 15/8 من كل سنة، هي عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. إحنا بموت العذراء لا نقول موت وإنما نقول رقاد. مريم رقدت، وموت العذراء كان رقاداً، وموت العذراء لم يخضع أبداً لفساد القبر. إحنا البشر ندفن في التراب، وأذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود، بينما مريم العذراء القديسة البريئة من كل عيب، البريئة من كل دنس، لم يمس جسدها خطيئة ولم يمس جسدها فساد.
مشان هيك الله اختارها لأن تكون أم المسيح الإنسان والإله على الأرض، وأرادها أن ترافق المسيح مش بس على الأرض، رافقته من الولادة للهروب إلى مصر، رافقته عند الصليب، رافقته بالعنصرة، كانت بعلية صهيون حلول روح القدس. ولكن مريم العذراء ما بدها تنفك عن يسوع، أرادت أن تلتحق بابنها يسوع إلى السماء بالجسد والنفس. متى بدأت هذه العقيدة اللاهوتية في الكنيسة؟ في سنة 1950 مع قداسة البابا بيوس الثاني عشر، بيوس الثاني عشر، أعلن عقيدة انتقال مريم العذراء عقيدة لاهوتية في الكنيسة، وهذا نص العقيدة اللاهوتية: نؤكد ونعلن ونحدد عقيدة أوحى بها الله، وهي أن مريم أم الله الطاهرة، مريم الدائمة البتولية، بعدما أتمت خلصت مسيرتها الأرضية وحياتها على الأرض، رفعت بالنفس والجسد إلى المجد السماوي. هذا هو نص العقيدة اللاهوتية اللي أعلنها قداسة البابا بيوس الثاني عشر سنة 1950. مريم العذراء أم، مريم العذراء قديسة، مريم العذراء شفيعة لنا، تصلي لنا عند ابنها يسوع المسيح. مشان هيك مسبحتنا الوردية اللي في إيدنا هي سلاح تحمينا من كل شر. ومريم أجمل صلاة بتحبها تسمعها من أفواه أبنائها هي صلاة المسبحة الوردية. وإذا ما قدرتش أصلي المسبحة، على الأقل كل يوم أصلي لمريم السلام عليك يا مريم. الكلمات اللي نطق فيها الملاك لأمنا مريم العذراء أنا اليوم برددها كل يوم لأمي مريم. مشان هيك الأم تنبسط إنه ابنها بصلي لها، إنه ابنها بتذكرها، إنه ابنها بنظر إلها إنها أم المسيح المخلص اللي إجا إلى العالم كلياته. ما ننكر دور العذراء، وما نسمع لأي مغرضات اللي بتحكي لنا إنه مريم العذراء مش شفيعة. لا، مريم العذراء شفيعة أن تصلي لنا عند يسوع. مريم العذراء قديسة، نعم، ومريم العذراء دائمة البتولية، نعم. فمريم العذراء هي أم لنا جميعا. خلينا بكل قلب مليان بإيمان بمحبة لهاي الأم الفاضلة القديسة اللي أعطتنا مخلص العالم هو يسوع المسيح. هاي الحواء الجديدة اللي عكست صورة حواء القديمة في العهد القديم. حواء القديمة قدمت الخطيئة، بينما حواء الجديد مريم قدمت لنا النعمة وهو يسوع المسيح. سفر رؤيا القديس يوحنا فصل 11 آية 19 بيحكي لنا آية بتخص عقيدة انتقال مريم العذراء. بيحكي لنا يوحنا الحبيب في سفر رؤيا القديس يوحنا: وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدث بروق وأصوات ورعود وزلازل. مين هو تابوت العهد؟ هو مريم العذراء. مشان هيك في طلبة العذراء منصلي: يا تابوت العهد صلي من أجلنا. ومين هو تابوت العهد؟ هي مريم العذراء. بيحكي لنا انفتح هيكل الله في السماء، وظهر في السماء تابوت عهده في هيكله، اللي هو مريم العذراء ظهرت في السماء أمام ابنها يسوع المسيح. اليوم في إنجيل المساء منشوف زيارة مريم العذراء لخالتها الإصابات، وخالتها الإصابات تحكي لمريم: مباركة أنت في النساء،
ومباركة ثمر بطنك من أن لي أن تأتيني أم ربي. خلينا نفكر بهذه الآية، من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ شو يعني؟ اليوم إليصابات بتعلن أول وحدة بأن مريم العذراء هي أم يسوع المسيح الإله. اليوم إليصابات بكل إيمانها بتنادي مريم العذراء أم الله. مشان هيك يوم نيجي نحكي معقول أم مريم هي أم الله؟ نعم هي أم الله. واليوم إليصابات بتحكي بكل فم مليان بإيمان، من أين لي أن تأتيني أم ربي أنا؟ تمام؟ ومريم العذراء اليوم بتبادل إليصابات بأحلى نشيد، نشيد التسبيح، نشيد الشكر، اللي هو تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى آمته المتواضعة. بآخر نشيد تعظم بحكينا سوف تطوبني جميع الأجيال، مش جيل واحد ولا جيلين، سوف تطوبني جميع الأجيال. نحن نطوب ونكرم أمنا مريم العذراء الدائمة البتولية التي نقلت إلى السماء بالنفس والجسد. كل عام وأنتم بخير، والعذراء مريم تحمينا، تحمي عائلاتنا، تحمي شبابنا وصبايانا، وتحمي الإيمان المسيحي أن يتعمق أكثر وأكثر في حياتنا حتى نكون فعلاً تلاميذ حقيقيين ليسوع المسيح. وبهاي المناسبة اليوم بدنا نطلب من أمنا مريم العذراء اللي هي بجوار ابنها يسوع في السماء أن تصلي لنا، وأن نصلي من أجل أمامها وأمام ابنها يسوع، من أجل السلام في العالم، من أجل السلام في غزة، من أجل السلام في الشرق الأوسط، من أجل السلام في أوكرانيا وروسيا، من أجل السلام في كل مكان في حرب ومنازعات. ونصلي من أجل السلام الداخلي لكل واحد فينا اللي بحاجة إلى سلام داخلي. نحكي يا مريم العذراء، أنت اللي أنجبتي رئيس السلام، ازرعي في قلبنا سلام المسيح حتى نكون إحنا فعلاً مسيحيين مؤمنين وضميرنا مرتاح البال وكلنا إيمان. وآخر إشي اسمحوا لي أرحب وأشكر الجميع على حضور كل هذا القداس الإلهي اللي شاركتونا فرحة عيد الرعية. برحب بأخواتي الراهبات الوردية، وعلى رأسهم الأخت الراهبة سير مادلين نائبة الرئيس العامي، قناة نور سات ممثلة بالدكتورة باسم السمعان الموجودة معنا، أبونا دوت أورج بالأخت مادلين الزعمط اللي بتصور بنت هاي الرعية، الجوقة والأخت ميرا موجودة معهم، الكشافة الدير والشبيبة والأخوية وكل الناس. واسمحوا لي كمان بدي أشكر إنساني عزيزة على هاي الرعية، بتحب هاي الرعية، إلها الفضل بهذا الجمع بهاي التحضيرات، هي وكل الموجودين اللي هي أم رشا زيادات الموجودة معنا. تسمحونا نحييها بأحلى زك في حنان زيادات. بشكركم جميعاً على كل ما تقدمونه لهاي الرعية، وأطلب منكم الصلاة من أجل كاهنها، رهباتها، ومن أجل مؤمنيها حتى نكون عائلة واحدة يجمعنا يسوع المسيح. آخر إشي شماس رامي الفار رح يغادرنا إلى روما حتى يكمل دراسة اللاهوت، هو ابن الرعية. منصلي لمريم أم الكهنة إنها تباركوا برسالة الدعوة الكهنوتية في روما. آمين. نؤمن بإله واحد. كل ما يرى
وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يزجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعموديات واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. صفحة 324 صلاة المؤمنين. أيها الإخوة الأحباء، انتقال السيدة العذراء إلى السماء آية من آيات الله فيه، وعيد يفعم النفس سكينة وسلاما. لذلك نصلي من أجل أن يقين الرب بأمه المضفرة من فساد الدنيا وعذاب الآخرة. من أجل كنيسة الله المقدسة، لكي تبين للناس أن السيدة العذراء هي الأنموذج البديع للشركة مع الله ومع الآخرين، وأنها رصيد العون والعزاء، إلى الرب نطلب. اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. من أجل أن يعلم الناس أجمعون أن السيدة العذراء ماتت، وأن موتها كان رقاداً، وأن رقادها لم يكن موتاً، إلى الرب نطلب. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. من أجل أن يقتدي المؤمنون بسيرة أم المسيح التي دخلت هذه الدنيا سالمة من فساد الشرور وخرجت منها ناجية من فساد القبور، إلى الرب نطلب. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. من أجل أن نعتبر عيد الانتقال هزيمة لليأس أمام الرجاء، والخوف أمام السكينة، والموت أمام الحياة، إلى الرب نطلب. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. من أجل أن يكتشف الناس مكانة السيدة العذراء المتعالية، وأن يجعلوا لها مكانة مرموقة في حياتهم، إلى الرب نطلب. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا، لكي يعلموا أن حبهم للمسيح لا يصح إلا بحب أمه مريم، إلى الرب نطلب. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وهي باكورة القائمين من القبور، وتلقي في قلوبنا حنيناً إلى دار السماء، إلى الرب نطلب. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. بفترة صمت نرفع نياتنا وطلباتنا بشفاعة أمنا مريم العذراء المنتقلة إلى السماء.
ليتقبل الله القدير طلباتنا هذه بشفاعة أمنا مريم العذراء بالمسيح ربنا. آمين. تفضلوا جلوس. ترتيلي على الصفحة 230. صفحة 230. اقبل تقديمتنا بارك جمعنا نطلب رضاك من أعماق القلب هذا القربان صنع أيدينا فاجعله والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. لتصعد إليك يا رب السماوات والأرض تقدمة خدمتنا وبشفاعة مريم البتول المنتقلة إلى السماء أضرم بنار محبتك قلوبنا فنرنو إليك على الدوام بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا لنرفع قلوبنا إلى العلا إلهنا ذلك
إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي، فإن البتول والدة الإله قد رفعت اليوم إلى مجد السماء وغدت فخر الكنيسة المنتصرة في العلياء وصورتها الكاملة وعنوان رجاء للمؤمنين وتعزية لهم في مسيرتهم على دروب الأرض، فإنك لم تسمح للبتول بأن تختبر فساد القبور، هي التي حملت ابنك المتجسد وولدت بنوع يجل عن الوصف مبدع حياتنا، وأننا مع جوقات الملائكة لك يا رب نسبح في فرح وسرور مرنمين. قدوس 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 أنت الرب القوي الإله السباؤوت السماء مجدك العظيم هوشنا في الأعالي مبارك نلاتي باسم الرب حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، نسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر إلى أن تأتينا يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة، بالشركة مع حبرنا العظم البابا فرانسيس بطريركنا بيير باتيستا وأساقفتنا وسائر الكليروس. أذكر إخوتنا وأخواتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين لرحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي
وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ رحمتك علينا أجمعين، أن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع كلية القداسة مريم البتول والدة الإله، مع يوسف خطيبها، مع رسل الطوباويين وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. نسبحك، نمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور، آمين. والآن إخوتي وأخواتي بيسوع، بكل علامة المحبة والثقة برحمة الرب، لنرفع قلوبنا وأيادينا ونصلي مع بعض الصلاة الربية قائلين: أبانا الذي في السماوات، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنامنا كل اضطراب. نحن المنتظرين الرجاء السعيد ومجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام استودعكم وسلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل انظر إلى إيمان كنيستك، تنازل أوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى أبد الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. بفرح محبة المسيح نتبادل السلام. اجعلنا صانعي سلام، اجعلنا صانعي سلام، يا حامل الله حامل خطايا العالم، نحن الخطأ حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. جسد ودم يسوع حفظنا الحياة الأبدية، آمين. Thank you.
ربنا المعبود خالق العباد بالخبز يجود فيصير زاد بالخبز يجود فيصير زاد سلام إكرام من كل إنسان سلام إكرام لسر ذا خبز الحياة ذا قوت الأرواح في كل الأوقات أكرمه يصاح في كل الأوقات أكرمه يصاح صوته ينادي ويدعو الجميع سلام إكرام من كل إنسان سلام ترتيلي على الصفحة 412 صفحة 412 أؤمن بالله خالق السماء السماء والأرض وما فيهما صانع الأكوان آب للملا أنت الحق أنت النور خذ منا الولا دروب الحق في طريق النور قدنا قدنا بهداك
الفريد ابن الله قد تأنس من أم طاهون من أجل تألم ابن مريم رنموا له ترنيما شاف أكله فيلي ببلش أؤمنوا بالروح محيينا العجيب ساكن النفوس حبه لهيب ملهم الإنسان في كل زمان ناطق بالأنبياء مصدر الإلهام وحد ربيعه الإكرام عزيف الأنغام ارفعوا له التسبيح أولينا القيامة في دار الأحياء وحياة النفس في دار البقاء أؤمنوا بالكنيسة أما للأنا فيها الحق وهي الحب مصدر الإنعام وحد ربي شملها وابقى معها فليضيء وجهك عليها هلا راح يوزع عليكم البخور وزيت المقدس وشمعة مشان الدورة بالعذراء ورح يكون في مسبحة وتذكار من هاي الرعية بمناسبة عيد الانتقال ومزار ماري ألفونسين فريد تحتفظوا فيهم كل ما تشوفوهم ظلكوا صلونا ألفونسينا ترتيلة ألفونسينا من على سماك
اسمك حلو على قلبي ورديتك فرض علي لا تخاف يا حزانا إن مريم هي رجانا ابنها ساكن معنا على مذبحنا العلي لو سمحت الجميع جلوس، لو سمحت جلوس. شكرا للجميع على هذا القداس الإلهي الرائع. بعض التنبيهات، منذكركم بيوم السبت والأحد بالقداديس، يوم السبت الساعة 6 مساء، يوم الأحد الساعة 10 صباحا. باسمكم جميعاً بدي أقدم شكر باسم أبناء الرعية للأخت سير روز ميري الحاضرة موجودة معنا اليوم، وهذا هو آخر قداس إلها كرعية، بدها تتركنا وتروح لرعية الفحيص، ورح يجي راهبي مكانها اللي هي الأخت سير هنادي جوري، وهي رح تهتم وتكمل الشغل اللي اشتغلته سير روزميري. فألف شكر مسير على كل الشغل واللي عملتي بالرعية لمدة 3 سنوات. الشبيبة شكروها بطريقتهم الخاصة، والرعية بتشكرك، وبقي علينا الكشاف القيادي، فالقائد الكشاف الأخ ميشيل فشحو بده يحكي كلمة صغيرة للأخت الراهبة سير روزميري. مساء الخير وكل عام وانتم بألف خير. احنا حبينا اليوم بهاي المناسبة نشكر سيستر روز ميري على اللي قدمته للمجموعة واللي عملته مع المجموعة للقيادة والأفراد، وهاي هدية بسيطة سيستر تفضلي اللي نقدر نقدم لك إياها نعبر عن حبنا وتقديرنا لك. هاي من كنيسة القيامة، الصلاة الربانية بالسرياني مكتوبة بختم البطرخية بالقدس. شكرا مسير. لنصلي. تناولنا أسرار الخلاص، فيا أيها الآب الكريم نتضرع إليك بحق القديسة مريم البتول المنتقلة إلى السماء كي نبلغ يوماً مجد القيامة بالمسيح ربنا. آمين. والآن سنقوم بالدورة في خارج الكنيسة، أول شيء الكشافة، ثم خدام الهيكل، جماعة المؤمنين،
وحاملي أمنا مريم العذراء يتفضلوا، ومن رتل تراتيل المريمية. اللي راح يحمل العذراء يتفضل. Yeah.